السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن يكون في حاجة لا إما أبيض لا إما أسود، لا إما تشتغل بنظام كهرباء لا إما تشتغل بنظام غاز. يعني عندي أوبشن 1 أو أوبشن 2، ما ينفعش الاتنين مع بعض. فأنا عايز أعمل معادلة كده، أول ما تحصل حاجة تتعكس، تمام؟ يعني أنا عندي مثلا إف متعلم عليه كده، طيب هضيف بارامتر آخر من نوع يس أور نو وتديله أي اسم، مثلا إي مثلا، تمام؟ أوكي. طيب هاجي هنا بقى اقول له ايه، نوت اف. بمعنى ايه؟ بمعنى لو الاف ده بيس ده يبقى بنو، تمام؟ لو ده بنو يبقى ده بيس. ده نوع من البرامتر اللي بيسهل علينا الشغل.